عندنا أزمة في الملعب اسمها القيادة. مفيش برافو لعيب قائد عليك، في الملعب. برافو عليك. أنا ما شفتش النهاردة قائد في الملعب، داخل الفرق. ولا يعني بره. أنت النهاردة ولا بره. لا أنا بقى هنتكلم على جوه، يعني بره ده موضوع تاني. يعني النهاردة جوه الملعب طبيعي يبقى فيه قائد في الملعب حتى لو مش كابتن فرقة. أيوة. يعني مش بالضرورة يكون عندي كابتن فرقة عشان هو اللي يقول للناس اجروا اضغطوا روحوا العبوا. يعني أنا النهاردة لو أنا عندي مدير فني مثلا، هنفترض يا كابتن المدير الفني النهاردة في الدي أوف بتاعه. هل النهاردة القيادة داخل الملعب تختفي؟ هل النهارده اللعيبه اللي داخل الملعب ما يكونش لها دور حتى بالكلام؟ يعني انا ما شفتش النهارده كلها حاجات لوم لوم لوم، ما فيش حد بيأزم، ما فيش حد بيشد، ما فيش حد بيتكلم، ما فيش حد بيقول يلا هنلعب هنجيب جون. يعني انت مثلا مغلوب 4 ممكن تسجل هدف، مغلوب 5 ممكن تسجل هدف، مغلوب 3 ممكن تسجل هدف وترجع بيه هنا في القاهره، وضع طبيعي عادي في كره القدم وارده جدا. احنا قبل كده اتغلبنا 3 وقبل كده اتغلبنا 2 ومن بيترو اتلتيكو واستام افتكر اتغلبنا 4 ورجعنا تاني هنا في القاهره وكسبنا بهذا الشكل؟ لا مش بهذا الشكل. بتكلم يدخل فيك اهداف، لكن في روح داخل الملعب، في قياده يا كابتن داخل الملعب. النهارده المدير الفني في اوروبا، انا اسف يعني، بيختار اكبر او اقوى شخصيه بالنسبه له عشان هو يخليها قائد داخل الملعب، عشان عارف ان ده اللي ممكن يكون له السيطره ده على اللعيبه داخل الملعب. برافو عليك يا بلال. فين اللعيبه يا كابتن اللي جوه الملعب؟ اقف يا اقف اقف هنا اقف هنا اقف هنا اقف هنا. ده ولا حد واقف مكانه، ولا حد بيتحرك، ولا حد بيجري. ناحيه الشمال فاضيه، ناحيه اليمين فاضيه. ده الاعداد النفسي قبل المباراه، مفيش اي اعداد نفسي يا كابتن اسلام. بقول لك احنا اتكلمنا في نقاط القوه لفريق صن داونز النهارده، الناس بتلعب براحتها، بتشتغل براحتها، ومفيش اي حد. قلنا ضغط في نص الملعب، ما شفناش اي ضغط. استحواذ، مفيش اي استحواذ، مفيش اي حاجه النهارده. احنا خلي بالك النهارده يعني ربنا رحيم بينا والقدر رحيم بينا، كانت النتيجه ممكن تعلى اكتر من كده. طبعا طبعا. الشناوي عارف يا اسلام نقطه ثانيه، يعني ودي بره نفس الغلطه اللي حصلت في ماتش سيمبا هناك، او سوري اسف، ماتش فيتا كلاب. فيتا كلاب هناك، انت خلاص انت وصلت الفيتا كلاب هناك انك هتكسب، تمام، ولعيبتك تعبت، المفترض انك خلاص تغير الطريقه وتلعب بثلاثه ميد فيلدرز عشان تقفل الجيم. النهارده وانت مغلوب 2 بس مغلوب بكرات عشوائي، ما كانش عندهم السيطره الكامله في اول ربع ساعه. لا معلش، قمت فاتح الجيم، انا اسف اسلام، قمت فتحت الجيم، غيرت تغييره دفاعيه بتغييره هجوميه عشان تفتح الجيم طول وعرض، وخلاص طالما فتحت الجيم طول العرض، وده اللي اتكلمنا عليه قبل الماتش يا كابتن، قلت خلاص الموضوع هيفلت من ايه، من ايدين. يبقى اذا انت النهارده هو المدرب مش عارف بيلعب في دوري المجموعات بثلاث نقاط ولا بيلعب في دور الثمانيه بعمل نتيجه بره تساعدني في ملعبي. يبقى اذا النهارده فتح الملعب هو مش عارف بيلعب في افريقيا ازاي، ولا شغل افريقيا. لاسارتي ضعيف فنيا بالارقام وباداء النادي الاهلي، ضعيف جدا فنيا بره.